ماشي. الورالات هتاخد سكور حته اه الليكين كده بس يعني عشان الورالات هتاخد سكور، الضبوب هتاخد سكور، مش عارف ايه هياخد سكور في الاخر اعلى سكور بقى صفي ما بينهم، فاهم الفكره فين؟ وبعدين واحده واحده بدا يديها ايه ميت فروزن ويدفيه لغايه لما يفك وبعدين يحطه لها. طيب الغلط في الصحي ايه؟ هو حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان الفار او الرودنتس نفسها، الفار ده ممكن يبقى ماوس او ارنب او اسمه ايه رات، ماوس رات ارنب فار جبلي وات ايفر، انواع كتيره. يلا عشان دروشه طلعنا لايف يا جدعان. لا لا استنى استنى، لازم تنزل على الاليف اصلا. استنى استنى، لازم تنزل على الاليف. على الاليف اصلا نزل على الاليف، نزل مش على كل الصفحات اللي بتعمل. شايفين راجل واحد اليف، راجل اتنين واحد شرس درويش ريبتيبيديا. يا جماعه برضو اجتماع مهم جدا على مستوى القاعده، على مستوى البيز. متخيلين لما اكون مع درويش واحمد العجاني يبقى في يعني فاهم خطه كبيره جدا بتتحط دلوقتي. هتشوفوا اول جزء منها، اول تطبيق ليها ان شاء الله للتعاون الثلاثي الجميل ده. ومعنا كمان الاستاذ رفيق جريس، الناس اللي هو الخبير في الزواحف في مصر. هتشوف اول باكوره الانتاج التعاون ده ان شاء الله يوم السبت 3 نوفمبر في مهرجان اليف الثالث في حديقه بس كامل يا رب. ده مش بيهرج احمد العجان، بيهرج والله. ان شاء الله هيكون في دلوقتي ان في مسابقه. انت لسه ما فرحتش يا درويش؟ درويش بلاش اللايف بتاعك، ركز معايا انا. بص ده هيطلع لايف فعلا. انت بتعمل ايه؟ انت بتسمي اللايف؟ ايوه يا باشا احنا لايف، احنا لايف كده. احنا لايف. صباح الخير، مساء الخير. ايوه مساء الخير رامي، ركز معايا الله يبارك لك. هو فين الاضاءه جايه ازاي؟ الاضاءه جايه كده، يبقى احنا نيجي كده. شفت بقى؟ طيب ادي رامي، محمد رامي. السلام عليكم. ادي محمد رامي واحمد درويش وادي احمد العجان. طبعا الترتيب ده والاجتماع ده للثلاثي ده ما مش مهباء، اكيد بيعمل حاجه. امسك انت بايدك بقى عشان ايدك جايبه من ابعد من عند النور، يعني روح لهناك. انا اعرفش بس يعني في الشرق الاوسط اضمن. طيب اضمن انها، نحن نقول انها في الشرق الاوسط، دي اول مره تتعمل الحاجه دي. انترستنج جدا، مهمه جدا، جميله جدا، هتشجع حاجات كتير جدا جدا. ما احبش ان انا اللي اقول عنها، احب احمد العجان هو اللي يتكلم عنها ويقول ايه هي. هنعمل ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع الناس الجميله المحترمه دي، احمد درويش ومحمد رامي. من انا شايف انهم افضل الناس اللي في مصر، اللي هم فاهمين زواحف صح وفاهمين زواحف ومذاكرين زواحف بشكل مظبوط. هنعمل اول مسابقه في مصر في الزواحف، ومسابقه في مصر والشرق الاوسط للزواحف صاني كده في مصر الزواحف. وان شاء الله لجنه التحكيم هتكون احمد درويش، بدون ترتيبه، بدون احمد درويش ومحمد رامي والاستاذ رفيق جريس والدكتور برجع عوب ان شاء الله. وكيكمل معاكم احمد درويش في المدرسه. طبعا ده وجودنا في الايفنت بتاع المسابقه دي هيكون شيء شرف كبير لينا. طبعا شرف كبير لينا وجود مع احمد العجان، وجود مع الجمهور الجميل اللي هيبقى متواجد في الكومبيتيشن دي، بلس لجنه التحكيم، الناس المحترمه اللي هتبقى موجوده معانا دي قامات كبيره وناس كبيره في الهوايه بتاعه تربيه الزواحف. طبعا انا شايف ان انا ما ينفعش اتكلم واقول اي كلمه في وجود محمد رامي، فانا هسيب المايك. حلو التدفيس ده. طيب انا كده لايف وبسجل في نفس الوقت. يا جماعه انا بجد والله العظيم منبهر من اللي العجان بيعمله. عجان خد خطوه كبيره جدا تساعدنا كزواحفجيه في اللي احنا بنعمله. احنا دلوقتي في الايفنت اللي جاي، اللي هو بعد شهر يوم 3/11، هنعمل مسابقه للزواحف. يعني كل واحد من اللي بيتفرجوا يجيب الزحف بتاعه ويجي، هيبقى في كاتيجوريز كتيره. مش معنى ان انت معاك حاجه مصري اللي انت مالكش مسابقه، لا في مسابقه للمصري. مش معنى ان انت معاك حاجه صغيره يبقى انت مش هتكسب، لا في مسابقه للصغير، في مسابقه للسحالي، في مسابقه للتعابين، في مسابقه للاجوانات، كل حاجه ليها مسابقه خاصه. وهتبقى جميله ويوم جميل، وهتبقى بدايه كويسه جدا نطلع بيها للعالميه في تربيه الزواحف في مصر. في الغالب كمان هيكون
في مسابقه يعني التفاصيل كده كده بتاعه المسابقه دي هتعلن ان شاء الله الايام اللي جايه دي. خلال الايام اللي جايه دي هيتم الاعلان عن ايه تفاصيل المسابقه وايه الكاتيجوريز اللي داخله او الاقسام اللي داخله في المسابقه، كذلك ايه هي بنود او بتصورني معايير. بتصورني بموبايلي؟ طب بوظ لي الفيديو بتاعي يعني. بصوا يا جماعه بيصورني وهو بيتكلم لا مؤاخذه بيبوظ لي الفيديو بتاعي. هيكون في ايه مع معايير هيكون طبعا التفاصيل اللي هتعلن قريب ان شاء الله هيكون فيها كمان ايه الانواع وايه الاقسام والعائلات الزواحف اللي هيتم المسابقه عليها، وفي نفس الوقت ايه المعايير اللي هيتم تقييم عليها الزواحف اللي ان شاء الله هتكسب في المسابقه دي. انتظرونا خلال الايام اللي جايه دي باذن الله هيتم الاعلان عن كل التفاصيل دي. عندك اي اضافه احمد؟ خلاص ان شاء الله الجوائز هتكون كؤوس مكتوب عليها الكاتيجوريز بتاعه المسابقه اللي انت دخلتها، وهنعمل كل التفاصيل على صفحات أليف إن شاء الله، وهنعمل منشن لأحمد درويش ومحمد رامي والأستاذ رفيق على الصفحات عشان اللي بيتابعهم يقدر يشوف التفاصيل. تابعونا على صفحات أليف الأيام الجاية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. بيس. بيس كمان هو. أليف خريف 2018 هتبقى إن شاء الله علامة في علامات تربية الزواحف في مصر. الإيفنت اللي جاي بتاع أليف هيبقى فيه أول مسابقة مصرية عربية للزواحف. أحمد العجان وعدنا اللي هو يحضر لنا كؤوس ومسابقات وستيج، وهنعمل شغل عالي جداً. المسابقة هتبقى الكل لمربين الزواحف، اذا كان انت معاك حاجة مصري او حاجة مستوردة او حاجة كبيرة حاجة صغيرة. هيبقى في كاتيجوريز للجيكوز، للسحالي، للورالات، للساند بوز، للارقام، في تفاصيل كتيرة قوي هنحددها مع بعض وهننزلها ان شاء الله على البيج بتاعت أليف. عاوز كل الناس تعرف اللي تعرف تشترك يا جماعة عشان نعمل يعني صورة مشرفة للزواحف. الموضوع هيبقى زي كرنفال، عاوزين كلنا نكون موجودين حتى لو عارفين ان احنا مش هنكسب او هنخسر. الموضوع ان احنا كلنا نكون موجودين عارفين ان الهواية دي قوية ومؤثرة، كل اللي عنده حاجة يجيبها ويجي. عاوزين نعمل منظر كويس وجميل. ان شاء الله انا هبقى اكون من واحد من لجنه التحكيم الموجوده. هنعمل لجنه تحكيم مكونه مني ومن احمد درويش ومن رفيق ومن دكتور بيرج، لان انا طبعا هبكون في لجنه التحكيم فعشان كده مش هقدر اجيب حاجاتي. بس يا ريت كل واحد عنده حاجه واذا كان هو شايفها بسيطه حتى يجي ويشارك بيها. الموضوع هيبقى جميل بوجودنا كلنا. اكيد السنه الجايه هتكون الموضوع اكبر واكبر، فدي هتكون بدايه. احمد حتى معترض على السنه الجايه دي، بيقول لي هو اصلا كل 6 شهور الايفنت، فكل 6 شهور التنافس ده هيخلق روح ان احنا كلنا عاوزين نطور، نجيب طفرات احلى ونجيب سبيشيس احلى ونهتم اكتر بصحه الزاحف بتاعنا ونهتم اكتر بالديتيلز بتاعته عشان ننمي الهواية بتاعتنا ونكبرها. انا عاوز اشكر احمد العجان بس حاسس ان هي بتبقى فاهم قلشة قوي زي اكني بختم برنامج تلفزيوني، بس يعني انا لازم اشكر احمد العجان جدا جدا على اللي هو عامله معانا ده، واللي احنا مسهرين لغايه الساعه 12 بالليل واحمد درويش تقريبا نايم اصلا. بص يعني هو معانا بس يعني مش معانا قوي. خلاص بعد الساعه 11 انا مش هلا بس برضه نشكره بالمرة يعني هو قاعد كده. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله نقابلكم في الايفنت بقى. تصبحوا على خير. السلام عليكم.